بسم الله ربنا أرنا ما ينفعنا واكتبه لنا وبارك لنا في أجره يا عظيم يا كريم. قبل الآية ذي ثم بعض آيات أنا أحب أن أذكركم بها. يقول ربي مئة واربعين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم الجميع. ريت هنا صلت وجلت وريت عروض كتافكم وزاوية مئة دي مونتريفو ميكانيك دي رولي توت لي روز اتسيتيرا اي سيدوكسيون اي نابورت كال تيب دو لسون كو فوز اميتي كونتر لي مسلمون. إن الله جامع المنافقين أنا يجمعكم ليذلكم لأنكم أنا تكبرتم بغير حق، كنتم كاذبين لستم صادقين، كنتم عندكم الغلظة التي لا يمكن تصورها بالتمام وكل وجوهها ودعيتم أنكم أهل الحضارة وهي قذارة وأنتم أهل التسامح وأهل الديمقراطية وأهل حقوق الإنسان وهذا ليس في شيء من الحق. ورينا ورينا وتعذبنا وتعذبنا من وقت الفتن الكبرى ونحن الراو اللي فتنونا سواء كان في الداخل والذين ما زالوا يفتنون في الخارج هم أما المنافقين وزيك سيد ابن حي سيد معسول باش تقبل الفرنسي باش يعرف سرك والانجليزي وذاك اشر والو مجر. نعود ان شاء الله.